بس خلص الحالية لكن مشكلة نتكلم من الجانب الصحي. كلنا محتاجين الصحة ياك ولا لا؟ هي الأساسية في المشروع، خصوصا المشروع هذا. كيف تقصدي؟ واحدة من دابا مزيان نغيروا الثقافه الغذائيه ديالنا، لان مشكل بزاف اللي بنهضروا على الثقافه الغذائيه. هناك لكن حنا كنفتخروا ان جات هذه الشركه، ورغم هذه الشركه دوله الاسلام غير مؤخرا ماليزيا طرف الاسلام، لان كانت تجاره هو اللي خلاهم يدخلوا الاسلام،
وجاو اليوم يورونا الثقافه الغذائيه ديالنا اللي حنا اولى بها. لان حتخلينا الثقافه الغذائيه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك نحن قوما لا ناكل حتى نشبع، واذا كلنا لا نشبع. حنا اليوم يوميا عايزين البطن ديالنا، وبالتالي ما كنعطوش البطن ديالنا قيمه غذائيه، غير كناكلو كنكونو شبعنا، ولكن القيمه الغذائيه ما عطيناهاش للجسم ديالنا. اوكي؟ يعني اليوم خصنا نغيروا الثقافه الغذائيه ديالنا ديال المنازل ديالنا، ونبدلوا البقاله. البقاله اللي كناكلو اليوم كنجيبو في بلايص ما حطناش المصدر ديالها، هي سبب مشاكل ديالنا. سبب المشاكل ديالنا هو هادشي اللي كناخدو وما عرفناش المصدر ديالنا. غير كنعطيو لولادنا باش نردو خاطر لينا ولولادنا. فاليوم الحمد لله جات هاد الشركه غيرت لنا الثقافه الغذائيه صحيه ولله الحمد. يعني بغيتكم انتوما دخلتوا لهذا الخير هذا، انكم تفتخروا براسكم لانكم في واحد المشروع اللي هو رائع بالجانب الصحي اولا. بالجانب الصحي اولا، لان الاساس كله هو الصحه. فاذا كانت الفلوس وما كانت الصحه راه ما كاينش. اوكي؟ نتكلم لكم على القصه ديالتي. انا كنت كنعاني من قرون عصبي، والسبب ديال القرون العصبي هو سوء التغذيه. يعني كنت ما كناكلش الغذاء ديالي الصحي، ولا كليتو كناكلو في الوقت معطل. يعني مثلا الغدا كنتغدا في الماما في وحده، ما كنتغداش في وحده، ما كنتغداش حتى العصر. هنا هذا هو المشكل اللي كيوقع لنا. فبالتالي كنتاكل شي ماكله غير صحيه. ولهذا الحمد لله ولله الحمد لله، من بعد تعرضت للشركه بديت براسي. الحمد لله انا استفدت في الصحه ديالي من جانب المكملات، ولكن انني عاونتها بالنظام الغذائي. لان احنا ما كننظموش الغذاء. دابا كلنا الا جيت نسولكم مثلا كتغداو مثلا بالطاجين وكتبعوه الديزيل، كاينه ولا لا؟ هاد الناس اللي كياكلوا اي وجبه كتبعوها الفواكه فهما كيهضروا روحهم. فديما الفواكه ناكلهم قبل الاكل. الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القران، ذكرت ايه قرانيه وفاكهة ولحم طير مما يشتهون. لماذا ذكر فاكهة؟ لم يذكر اللحم هو الاول. الا وفيها هدف. حنا لا، حنا كنسبقوا دابا الماكلة ومن بعد نزيدوها الديسير وكنخمروا. وهنا اول مضرر في الجسم هو الكبد. كنخرجوا على الصحة ديالنا بطريقة غير مباشرة. ولهذا نركزوا على الغذاء. انتم تبارك الله النساء يعني اللي كتدخلوا المنازل الكوزينه ديالكم بينكم انتم تعاونوا معنا، تعاونوا باش تخرجوا الناس من هذه الثقافه الغذائيه. الله يجزاكم بخير ولولادكم، لان حنا كنغرضوا ولادنا وكنجيبوا لهم شي منتجات خارج ما معروفوش المصدر ديالهم، بلا ما نسميهم مثلا بزاف د الحوايج كيبغوا ولادنا ياكلوهم. وحنا كنقولوا بلاتي راه ولدي هذاك ما خصش خسر لي خاطر شوف ولد فلان ولا ولد فلان. حنا اللي خصنا نغيروا هذا العقليه. حنا خصنا نبدلو وما نخليش ولدي ياكل، لان اغلى حاجه عندي هو هذاك الولد. انا علاش داير خدام ولا كان مجهود؟ هذاك الوليد اللي عندي وهذيك البنيه. اذا انا ما خصنيش نخليه نقريه نخسر عليه فلوس وفي الثانيه كنعطيه سموم ياكلهم. اذا انا علاش بغيتكم انتم خصوصا انتم النساء، لان المدرسه الاولى هما النساء ديال الطفل، المدرسه الاولى. إذا خاصكم أنتم تساعدوا الطيب تكون الخير في الولاد ديالكم، في خدامكم، في الأصدقاء ديالكم، ما تخلوش الخير وصلوا للأهل والأصدقاء من جانب الصحة. ثم أن الإنسان بغير ويطور يجي ياخذ هذه المنتجات، يزيد بهم مكملات غذائية للصحة ديالو. يعني المستجد راه جا للصحة قبل المرض، ماشي حتى المرض تيهزوني في الكاشة عاد نقول له بناخذ فيدريشن. فيدريشن كيفاش أنت قبل ما خصك ياك الحاج. يعني خصنا حنا محتاجين هاد المكملات قبل ما نمضي، الا مشيت نمرض صافي نزيد في الكاشة صافي. يعني بقيتي غير سير عيا ديالك ونقول لك علاش نزيد. حيت كيجونا حالات اليوم، كيجونا حالات بحال هكا يقول لك سيد فيه مثلا شي مرض سرطان يعطي السلامة تعدو وصل فيه انا ندير له توجيه صافي ناس. هذا شغل تقدر تهدى معاه، تقدر تمول الاول يقدر يموت
وهذا هو اللي نسموح من هذه المنتجات انه مات تلوى المنتجات بالعكس، لكن هو جاء اخر. ولهذا كوقاية لنا في بعض الناس كيطرحوا سؤال يقول لك حتى الميتة غادي نبقاو ناكلوا هذه المنتجات حتى الميتة راهو لون يضاء. لا واش هو الجواب؟ لا حتى نهار انت وانت تحبسوا عليا السموم باش تاكلوه، نهار توقفوا على السموم باش كتاكلوه حينئذ تصحى السموم ما عندكش مشكل. ولكن انت اصلا انت واحد العالم اللي هو مليء بالمبيدات، اي بلاصه تقدر تاكل تخلص تلقى غير مع مناسبه مع شي ناس وعرضوا عليك واش باغي تاكل. تلاقيتي مع البقري ما تاكلو، تلاقيتي مع المولى ما غاتشوفها، تلاقيتي مع بزاف ديال مزيان. يعني خاصنا هادو كوقايه لنا، يعني في الانسان فاش كيجيك شي حاله خاصه كنعطيه المنتجات وكنزيد له في لادوس وكينظف ليا الغذاء ديالو. ثم الانسان اللي عادي كنقول له ابدا كوقايه راسك، كوقايه انا بالنسبه ليا يوميا كناخذ في الطريش يكون عندي سيرتو انا خاطر بيصبح وعرف الاسد والمونوزيت واخا ما كاينش باقي انا باقي عندي في الدار عندي العطيه ديالي لان اغلى حاجه عندي هو صحتك. يعني الانسان يحاول يديرهم كوقايه. انا كنشرب مثلا مره في اليوم الصباح، كان في الصباح كنصلي كنخلط الفطر ريشي والكورديسيبس وعوف الاسد والمنتجات الاخرى اللي محتاج لهم وزيدهم مورونزيل وكورديبين تبارك الله، يعني كمنتجات اللي هما رائعين فهما كيعطوك واحد الغذاء قوي. اما الا كتبني ما كليتش بارك يعني ما فيهش الجوع، علاش؟ لان كليت مزيان في غذاء قوي. اذا هكا بغيناكم تغيروا الثقافه الغذائيه ديالنا ثم نعاونوا بها بالمنتجات المكملات الغذائيه. فافتخروا براسكم بانكم في واحد الشركه جد رائعه. الحمد لله ان دخلت للمغرب، ان غيرت لنا الثقافه، ان العقليه ديالنا من بزاف ديال الاشياء كان عندنا السلبيات ولله الحمد. انا ما كنتش كنقدرش نهضر هكا قدام مضاربه هذه جدا مصطفى، ولكن شنو خلى لينا هذا المشروع؟ فاستفدت انا والاهل ديالي والحبايب، علاش نخليه هذه؟ علاش ما نوصلوا الناس؟ ما خصكش تكون بخيل، خصك نهضر مع اي واحد ولا هو ذاك السيد هضرت معاه ورفض، ماشي رفضني انا، رفض راسه هو اللي دار راسه. انا الحمد لله بخير وعلى خير، انا وصلت له هذه الرساله، هو نضم وتشجر وتبقى دار راسه واستفد من عائلته مرحبا. الا هو حرم راسه كيبقى الاختيار ديالو هو، يعني ما يبقاش في الحال اللي قلت لهاد شي ناس ورفضوا لي، ما يبقاش عادي جدا. تقدر تقول هذا بزين واحد يلا يجي معاك واحد ولا ما يجيش عادي استاذ. اوكي، لكن هادشي كامل غنقولو، ولكن راه كنركزو على الغذاء ديالنا في اليوم، لان الخضر اللي كناكلو اليوم مليئه بالمبيدات. علاش؟ لان دابا الخضره اللي كناكلو اليوم انا كنحضر ليها، حضرت ليها انا الاصل ديالي مصوره، كنحضر الفلاحه كيفاش كتغرس، انها ماشي كداور من برا ديالها كما كتشوفو تغسلوها عندهم في البروبوني قلتو راه غسلتوها، لا راه هي شاربه في الماء، لان هي الذباب كيجي كيدخلو في الشعريش وكيدوز في كويتاكوت وكتسرق بالفلاحه. يعني هي باش تعطينا مثلا ما عرفتش كتشوفوا راه اللمعة ديالها تبارك الله حتى كيفاش، ولكن الداخل ديالها راه خارج. يعني كليتو خضره لكن ماشي بيو، هادو هما السموم اللي كيتربصوا بينا دابا حنا راه في حرب فيهم. ولهذا هذا الخير محتاجين ليه حنا، ما عرفتش ديال الزمان اللي عقدتو لا ما عرفتش اصلي ولا ما عرفتش كيفاش هي دابا. الله يعطيكم الخير، يعني كلشي ولا مخدوم، يعني حنا في حرب. ولهذا بغينا نحاولوا اننا نغيروا العقليه ديالنا، الثقافه ديالنا، ونعرفوا كيفاش نسايروها مع الناس ديالنا، مع اولادنا، مع احبابنا، ونطوروا ونزيدوا القدام، وما نبخلوش ان هذا الخير ما نوصلوش للناس. الله يعطيكم الخير، يعني اي واحد يوصل هذا الخير للغير باش تاخذ الاجر ديال الدنيا وديال الاخره. انا افتخر بالناس اللي معايا الحمد لله كانوا عيالها اليوم عندهم هدف خاص، يعني مسكينه وظيفه اللي ربح كما كنقولوا، وتعالجت صحيا ولات اليوم عندها دخل اضافي، كاين اللي ولا على التريبل ديال الزوج ديالها. نحن افتخر بهذه النساء، وكاينين تبارك الله نساء اللي هو نساء حديثيات كباو ما شاء الله عليهم، يعني لاحظتوا قدامهم هدف كيوصلوه.
أبغيلك وتقول هكا كاين ولا لا؟ علاش تقول أنا؟ وحدة معها بزاف ديال العيالات ولا بزاف ديال الناس ولكن ولكن هاد ولكن عيدوها ما تقول الناس إلا رفضوا رفضوا راسهم ما رفضوكمش أنتم أنتم تكون عندكم هدف تكون عندكم عزيمة تكون عندكم إرادة أنكم باغي تغيروا من حسن إلى أحسن كونوا على يقين بأنكم غادي تمشوا بعيد كلكم محتاجين للصحة محتاجين للطهارة من بعد تكون الصحة راه غتكون نفس كاين نفس كاين نفس كاين كاين ما يدير دابا نشرح لكم القصة ديالتي أنا دخلت كملت عليها نعم أستاذ مزيان شكرا الله يعطيك الخير أستاذ أنا دخلت قلت لكم كان عندي كنت كنعاني من قر العصبي ثم كنت عاني من لثة لثة يعني يوميا إلا توضيت ولا كنغسل فمي كيخرج ليا الدم وبديت ديك الساعات عاقل على عاقل تلاقيت مع أخت عرضت عليا الفكرة مشيت عندهم هنا للمنزل في أكادير كان واحد القائد ديالي اللي هو السعدي كان أول يعني يشرف أنا تعرفت عليه في مدينة أكادير وجلست معاه وخذ لي على المنتج رغم انني كاين في شركه اخرى معينه بلا ما نقولوا الاسم ديالها واستعملت المنتوج ديالها لكن ما دار لي والو من بعد خديت المنتج من عند الشركه عن سعابيت عجبني في ظرف ثلاث ايام نهار اربع ايام صوبت لاكارت ديالي كان مسجلني معاك يعني مباشره هذا الشيء كنقول لكم دابا راه نهايه ديال هذه السنه غتكمل عندي عامين في هذا المشروع انا دخلت في الهند اجل الصحه لكن ماذا بقيت انا مزيان وعالجت الخوادريه ديالي الحمد لله اللي كانت كتاكل 28 الف ديال الدواء في الشهر 8 سنين ديال الاكتئاب انا توصل فيها الانتحار هي كانت يعني ماشي سهله الحمد لله بديت معاها مع راسي وشفت شهادات ديال الاخوات اللي استعملوا المنتجات قلت لهم انا زعمت انا وزعمت براسي هذه هي باش بديت والحمد لله دخل معايا الاخوات كاين تبارك الله بزاف الاخوات نيت هنايا عاودينا استعملات الاكسديال عالجي عقلي المهم ما نساش اوكي من بعد الاخوات اللي كنستقطب الحمد لله راه قريب من نهاية السنة نكمل عامين في المشروع الحمد لله هناك أول فريق في الانترناسيونال ماشي في المغرب بالضبط يعني وهذا الفريق ماشي ضروري أنك تسجلوا في خارج المغرب ماشي ضروري يعني ممكن تسجل الناس في المغرب ايجابيين قلب على الناس ايجابيين وهذوك الناس راه كاين ناس كيجيو اخرين وهكا كيتطور وكتزيد في الفريق ديالك نحن نفتخر في هذه الشركه الرائعه رجع الاستاذه السؤال ديالك بالنسبه لاختي كان عندها الاكتئاب الان ولا الاكتئاب ديال الفاني اللي كتاكل وصل فيها ان هي 83 ولات السيدة شتيها تحتيها اكثر من السن ديالها ولا تقريضه يعني كتقول الوالده جيب لي شي بنت سخانه تعاوني في الدار كتقول لها الوالده اوه ما نقدرش نجيب لك شي بنت ترزي مع شكرك ما عندي شكرك فيها لكن الحمد لله ملي تعرفت على الشركة بديت معها بالمنتدى الذهبي المنتدى الذهبي جوج مرات يعني شهرين ثم زدتها العرف الأسد والكورديزيرس اذكر حيت كاين اللي ما كيعرفش المنتدى الذهبي المنتدى الذهبي كيتكون من الفطر الريشي نوعين لا ارجي والجئيل ولا سبيرولين والمرمسك هذا هو المنتدى الذهبي ثم زدتها عرف الأسد علاش عرف الأسد لأن كيخدم الجهاز العصبي زدان كورديسيبس باش تكون واحد الدورة دموية لأن كانت عندها مشكل ديال الدورة ديالها ديال الشهر كتعطل ليها بخربقة هذاك الدور ديال كورديسيبس من بعد شهرين أخرى ديال عرف الأسد زدها موناكسوس لأن عندها الكوليسترول وكانت دار تحاليل وعندها كيقول لها الشحمة الثلاثية لأن وصفها يعني واحد الدرجة اللي هي قوية فالحمد لله القرعة اللي كنت خديت لها ديال 90 حبة ديال موناكسوس ما سالتهاش والله ما سالتهاش وشات الولاد تيما اللابوراتوار دار التحاليل والحمد لله صورت لنا التحاليل ديالها ولقتهم في الجروب وشافوها بزاف ديال الاخوان يعني افتخار صراحه والسيده في اللابوراتوار قالت لها هنيئا لك ما بقاش عندك كوليسترول يعني هنا ماشي موقفوش المنتوجات الا كان بنيت انا مزيان بقيت كديرهم كوقايه الدواء ما كندخلوش في الموضوع ديال الدواء مع الطبيب الطبيب هو اللي كيخص لها بلادوس حتى هي لها الدواء ديالها كل ثلاث شهور كتمشي عندو كيخص لها بلادوس ولكن الحمد يعني حاليا ما بقاش كتستعمل كاع الدواء ولكن عرف الاسد عندها في الاسد ديما عندها عرف الاسد وخصوصا نحسب براسها ديك النقيشه طلع عليك الدواء علاش ما تسمعي قضيه عرف الاسد
المهم هو قسم لي في الوزن. تزوج داك النهار قالت لي مصطفى بغيت شي حاجه زيد لي الوزن. الحمد لله وليت دابا انا شي خاطر ديال الوزن. يعني هذا هو المشكل اللي وقع. بالنسبه لي انا الحمد لله حيت ما كنقدرش ناكل قطنيات، ما كنقدرش ناكل شرب اللبن، كسكسو يوم جمعه ما كنقدرش ناكلو. الا كنت كسكسو مع الجمعه ما كان ليش كنصبرو ما كنتهشش. الحمد لله دابا ناكل معكم اللي بغيت، ما عنديش مشكل. اخر حاجه وحده انا ديال النظام ديالي، يعني المقلي ما كناكلوش. الحوت الاسود كيدير ليا الغاز، ما كناكلوش. كناكل الحوت الابيض، كناكل الخضر. يعني نظام خصنا ننظم دايما ننظم الحياه ديالي، ونحاولوا نعسوا في الاوقات ديالنا. يعني راه حتى الصغير كيكمل اللي باقي فيه. خصنا ننظموا الوقت ديالنا والعمل ديالنا في المشروع اللي حنا فيه. اي مجال سواء انتم نساء اللي في الدار مثلا كانت الخدمه ديالها، نظم الوقت ديالها، وقت النعاس وقت النعاس، وقت العمل العمل، وقت كل حاجه عندها وقت النعاس وصافي. الا كان ممكن واحد الطلب صغير، عطيني شتي تاكل في الصباح في الغدا في العشاء. بغيت تغير قبل اش كنتي تاكل، دابا اش وليتي تاكل؟ كنت اولا الله يعطيك الخير بالسؤال ديالك باش كنت مثلا كان في الصباح كنمشي للخدمه هادشي قبل البيت. ما كنفطرش في الوقت، كنفطر في الزنقه. كنفطر في الزنقه، يعني ما كناكلش في الدار. حكم البلاد يعني انا في غواره كنعمل هنا في اكادير، ولكن كنت كاري مع الدراري هنايا، يعني عايش في زوفري، يعني كانت الماكله ديالي ديال الزنقه. هذه الماكله ديال الزنقه هي اللي دار لي هذا المشكل. الحمد لله دابا كنضطر واحد الخطره اننا نصبر ما ناكلش في الزنقه باش ناكل في الدار. ولكن نفردني سبيرولين، بحال دابا سبيرولين كتكون عندي ديما عندي في السياره. تقدر لا مع الطلاله الغدا لا بالسبيرولين، هاد الحبات كتعطيني القيمه ديال الطاجين ديال الخضر. وكنشرب الماء مزيان، كنمشي للدار ناكل الغدا ديالي. لكن إذا شفتها الضرورة بالخطرة غتاكل، ولكن شنو الدور ديال الفطر جيني ساعات؟ كوقاية، لأن كنغلطو، مكنش منغلطوش، ولهذا هاد الفطر الشي ديما عندي أنا في المنزل. أنا كناخد ولله الحمد كناخد الفطر الشي كبير، إرجي وجعي الكبار ديال 360 حبة، راه ما تاكل أنت وعائلتك. نسلو لأن أغلى حاجة عندنا هو الصحة ديالنا. ما بعد واحد كيقول لك غالي ناقص العوال، ولكن إلا كنت باغي تعرف القيمة ديال صحتك راه ما غالياش. شكرا. شي سؤال؟ كاين شي حد لا تقدم وجهها ويقول لك شي شهادة ديال المنتجات اللي استعملها وتكلم عليها؟ السلام عليكم. انا ستي نقرا البشرى، حب طبعا انا شي حالات زعما ما شاء الله على نعاود الحالة ديالي. انا اليوم جيت غير لهاد الشهادة، واخا الله العظيم ما تتحياش، ولكن هاد الشهادة هي اللي جات. عرفتي شتي حالات؟ لأن السجوك هو شنو هو السجوك؟ السجوكي هو العلاج الانعكاسي. شنو هو الانعكاسي؟ يعني كتعالجي من اليدين ومن رجلين. هذا علاج صيني، واللي جانا علاج نبوي. كاينين شي حالات؟ شنو نقول لكم؟ أنا كنخدم هاد السجوك السجوكي، كنخدمهم بزيت الجانو وبكريم شجرة الشاي وبدونتيفريس. ثلاثي الذهبي ديال المساج، هذا ثلاثي ذهبي بمعنى الكلمة. يعني إذا درتي راه دواء زائد سجوك أو ريفليكس سجوكي، أنك كتعالجي على جوج ديال المرات. عرفتي كاينين حالات تعالجوني الحمد لله من الضهر، عالجت هذا الحالة ديال التوحد. هاد الشيء في المدة ديالو ديال 6 شهور، وانا ديك الساعة مازال ما كنتش كني جيت لديك انا الاخت امينة والاخ ديال مصطفى عارف هاد الشيء. ديك الساعة كنت غير كنمارس، مازال ما درت التكوين ديالي، مازال ما كملتش التكوين ديالي كلشي. ملي كملت التكوين ديالي وشديت الدبلوم ديالي وبديت كنعالج الناس، واخا كنمشي للناس ديور سميتو، واحد الاقبال ما شاء الله مع كاع الدي اكس ان
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تيكس اين تيكس اين تيكس اين تيكس اين. انا راه من الاوائل ديال دي اكس اي، راه امينه تعرفوا القصه، انا من الاوائل اوائل كاع قبل كاع دي اكس اي. مازال سي امينه وسي سميه كيمشيو لماليزيا، قلت لها واحد تسترجبوا ليا كنضحك سي امينه، قلت لها كيجيبوا ليا الدواء سميتو، قالت لي راه كاين العكر، قلت لها واخا لو كاين العكر شحال جريت. مكملات غذائية
يعني تاكلي الدواء ديالك وتاكلي المكملات الغذائيه ديالك، وغادي يجي واحد الوقت غادي داك الدواء غادي تخلي عليه مع الوقت غادي تحيد ديالك الدواء. لا انا بس مقطع الكورتيزون على شحال وانا كنستعمل الكورتيزون، لان الكورتيزون كيهلك العظام دابا عامين. لا كيهلك العظام، انا خمس سنين استعملت الكورتيزون وانا كنكمل فيه، عطيني خمس سنين انا وانا كنكمل فيه، ولكن بواحد شويه شويه بديت كناخذ سبيرولينا وفلتريشي هرمون ينزل، ما كملت 6 شهر تمشيت عند الطبيب درت تحاليل قال لي الكورتيزون ديالك طلع، والكورتيزون سبحان الله العظيم الا بغيتي يطلع نوض الصباح بكري، الصباح بكري مع السبعه ديال الصباح كنوض انا في السبعه ديال الصباح وكلي المكملات ديالك وكلي الدواء ديالك، كل المكملات هما الاولى وتبع لي الدواء وغادي تلقاي نتيجة. أنا نحيد الخبز نهائيا. لا هذاك الخبز هذاك غير حيدي، أنا الخضرة والديسير لأنني أنا مع هذا واخا أستاذ قال لك الخضرة راه تاهي كلها أصول. لا ولكن ما عندك اليافين، ولكن ما عندك اليافين كما قال ما عندك اليافين. أنا بواحد القضية، هذه القضية ديال الديابيتياتين كنستعملها دابا غادي 9 سنين وأنا كنستعمل الغياب وأنا مريضة وأنا كنتعالج وأنا كيما عرفتي في الشارع ديال الشارع كيضحكوا عليا داكشي الخبز ديال الميرا اللي ضربوه يقول لي شكون كيقول لي علاش الخبز هذا ماشي خبز هذا العافيه هذه اللي كتقول ولكن مزيان كنقول لهم هذاك الخبز هادشي اللي كيدير راه ما شاء الله عرفتي هو شي الخبز كون راه كتشي صافي قال لي شويه من قدام هو شي الخبز هذا ما يخرجنيش والخبز بعدا تيغلط زائد سبيرولينا واحد المرضى مرضى والله الا الا قلتيها سبيرولينا واحد المرضى مرضى لانها هي اللي عاوناتني بزاف باش نقص الوزن بزاف ماشي غير شويه نقص الوزن وقادت لي لا طونسيون ديالي وقادت لي الهرمونات ديالي لان مع داك لا بيثيرابي اللي درت عقلي بحال ولكن ملي وقعت كان كنت سبيرولينا قادوا لي الهرمونات ديالي ورفعت لي يعني واحد واحد الكنز ديالي ديكو راه اللي ما استغربش هو زعما لا اله الا الله وهذا خير كلام شكرا.